اي حاجه بتحتاج فيها صوت نقي. لو جيت قلت لك عايزين نشتري كارت صوت وتناقشنا مع بعض في السعر، هتقولي اقل كارت صوت هتلاقيه ب1000 جنيه مثلا. طب لو اتناقشنا في الحجم، هتقولي يا عم ده اقل كارت صوت هتلاقيه يعني بتاع 30 سنتي في 30 سنتي مثلا. طب لو اتناقشنا في توصيله وطريقه استخدامه، هتقولي يا اختي معقده للصبح، ده عايز كهرباء خارجيه وعايز تحويلات وعايز توصيلات وعايز حاجات كتير جدا. وقتها بكل ثقه هرد عليك واقول لك اهلا بيك في حلقه جديده على قناه اكتشف العالم، من سلسله التقنيه الرخيصه اللي بنستعرض فيها اكتر المنتجات الرخيصه والمفيده، واقول لك يا ابو المكتشفين كارت الصوت اللي انت بتتكلم عنه اهو. ايه رحت ايه ده؟ السلام عليكم، اهلا بيك يا ابو المكتشفين في حلقه جديده على قناه اكتشف العالم. وانا فعلا مش بحور عليك، والله فعلا اللي انت شايفه ده كارت صوت، اللي في ايدك ده كارت اللي في ايدي انا، مش في ايدك انت يعني عشان انت ان شاء الله لسه هتشتريه، فاللي في ايدي ده كارت صوت. طبعا اللي داخل مش عارف ايه هو كارت الصوت وايه اللي احنا بنتكلم عنه ده. كارت الصوت باختصار بيكون حاجه كده، جهاز صغير يعني، بيبقى جهاز بسيط كده مثلا قد نص الكيبورد كده، ده وظيفته انك بتربطه بكهرباء خارجيه بتوصل عليه الميكروفون بتاعك والسماعات بتاعتك، ووظيفة كارت الصوت ده ان هو بيحسنهم بشكل رهيب جدا. خد عندك بقى ان هو بيعمل عليهم اديتنج بسرعة كده، ان هو بيشيل منهم النغمشة. خد عندك مثلا، خد سماعات نقية وقوية الصوت، مثلا ان الصوت اللي بيبقى طالع في السماعة ده بيعليه جدا مع الحفاظ على جودته. هلخص لك الدنيا كلها في ان كارت الصوت ده يعتبر وحدة تحكم في الصوت، ومش كده وبس، سيبك من ان هو وحدة تحكم في الصوت، لا ده كمان وحدة جمالية او استوديو كده للصوت، بمعنى اصح الفرن بتاع الصوت. يعني انت دلوقتي مثلا بتلاقي عندك اكل حلو، طب والله انا عايز اكل مثلا بس مش هاكل الاكل ني، مع انه اكل يعني هتاكله بس ني، في حاجة ناقصاه، فانت كل اللي بتعمله انك بتطلع الفرن تحطه في الاكل وبتاكله. هو ده اللي بيحصل بالظبط. انا دلوقتي عندي سماعات كويسة جدا، عندي ميكروفون كويس جدا، بس مش راضي على الاداء بتاعهم، في مشكلة فيهم، مش حاسس ان هم كويسين. فكل اللي انت بتعمله انك بتوصلهم على مكنة الصوت دي او على كارت الصوت ده، وبيطلعوا لك صوت احترافي جدا. لان نظرا لان بدل مثلا ما الصوت طالع من الكمبيوتر عندك او اللابتوب على ودنك على طول، لا ده بيمر الاول بوحدة كاملة بتحلله وبتمنتجه وبتعدل عليه، وبعد كده بتقوم محوله ومطلعه لك. ولكن مشكلتهم الوحيدة ان اسعارهم تبقى غالية قوي، فلو انت مش ولا جامد كده ومعاك فلوس وعندك استوديو وعندك الدنيا متظبطة عشان تشتريهم، وقتها للأسف مش هتعرف تحصل على كل المميزات دي. ولكن الكلام ده كان زمان، فبمجرد بس ما القطعة دي تم صدورها، يشرفني ان اقولك انها بسعر 50 جنيه بسيطة جدا بتشتريها، هي بمنفذ USB بتركبها في الكمبيوتر او في اللابتوب عندك، هتلاقي في ظهرها منفذين، منفذ للسماعات ومنفذ للميكروفون، وبتلاقي عليهم اربع زراير، زرارين بيعلي الصوت وبيوطي الصوت، والزرارين التانيين واحد بيكتم الصوت وواحد بيكتم الميكروفون، في حين ان انت مثلا بتخاف من حتة ان حد يتجسس عليك بتاع مش عارف ايه، فبتدوس هنا وكده وبتلاقي كتم الصوت. بصراحة عن تجربة شخصية انصح اي حد ان هو يشتري القطعة دي، حتى لو انت مش مسجل، حتى لو انت مش يوتيوبر او مش مغني او مش قارئ قرآن او مش معلق صوتي، مش مهم، طالما عندك سماعة بتسمع بيها او ميكروفون بتستخدمه لازم تشتري القطعة دي. هتقول يا يوسف انا مش محتاج الجودة العملاقة، مش محتاج اي حاجة، هقولك يا عم الحاج، واحدة واحدة، دي بخمسين جنيه، سعرها 50 جنيه، اشتريها كاكسسوار للجهاز عندك وركبها وشوف هتسمع الصوت بجودة وعلو وجمال ازاي، زائد شوف الميكروفون وانت بتكلم من الناس، شوف الفرق الجبار الرهيب اللي انت كنت بتستعمله عن زمان وعن دلوقتي. حتة البتاع ده بلاج اند بلاي، يعني حطه في الجهاز عندك ايا يكن كمبيوتر او لابتوب، ووصل فيه السماعات والميكروفون، عيش حياتك كمان. فبس كده، دي كانت نهاية حلقتنا بتاعت النهاردة، بتمنى يا رب انكم تكونوا استمتعتوا معايا. متحرمنيش بقى من اللايك سبسكرايب للقناة وشير عشان كل اصدقائكم يستمتعوا بالحلقة المفيدة جدا دي، خصوصا ان مفيش حد يعرف ان في حاجة اسمها كارت صوت اساسا، ناس كلها تعرف كارت شاشة يحسن لي من اداء الشاشة واداء الجهاز والالعاب والجرافيك، ما يعرفوش ان في نفس الحاجة بس في هيئة هذه القطعة الصغيرة يعني. فاتشرفت جدا بمشاهدتك، اي استفسار عندك اكتبه لي في الكومنتات، وكل روابط الشراء هتلاقيها في الوصف تحت الفيديو، وشرفني بقى باشتراكك في القناة عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية. كان معاكم يوسف نصر، في امان الله.